بس قبل ما ندخل على المونديال، لان لسه في كلام برضو وهنتكلم عن يعني في كده زي ما بيتقال طابع حماسي شويه، يوم بعد يوم تتكلم الامور برضو بترتبط باثاره. عايزين نتكلم عن الحدث اعتقد كمان هنا اللي يهم جماهير النادي الاهلي تحديدا، ما اي اثاره لازم هتربطها انت كجماهير نادي الاهلي اكيد بالنادي الاهلي. كمان ساعات خلاص هترجع تاني المنافسات المحليه بعد فترة التوقف اللي كانت طويلة شويتين. المرة دي عندنا مباراة مهمة جدا في بطولة كاس مصر في الدور ربع النهائي بإذن الله مع نادي المقاولون العرب. طيب لو كسبنا نادي المقاولون هنلعب مع نادي سموحة في خلاص الدور نصف النهائي بإذن الله. كل التوفيق للنادي الأهلي. يعني زي ما نتكلم أي مباراة خلاص في كاس مصر ليها طابع خاص جدا، غير طبعا الماتشات بتاعة الدوري. طيب ده الأمور كتيرة، لو احنا هنتكلم كده بالتفصيل ايه هي اعتبارات اعتقد يعني لو رجعنا لمستر كولر هو حاططها في دماغه كده او في دماغ اللعيبه بشكل يعني جيد وبشكل اخص. اولا انت بتتكلم عن ان المنافس بتاعك في الكاس ايا كان بقى عنده رغبه ان هو يحقق انجاز او يدخل المربع الذهبي، يبقى عنده كمان فرصه ان هو ينافس على اللقب، لان تاني هنرجع نقول هي مباراه واحده هي اللي بتخليه في الدور قبل النهائي. عشان كده تاني هنقول برضو الدوافع عند نادي المقاولون هتكون مختلفه جدا في مواجهته كمان في الدوري. فاحنا متوقعين اكيد لقاء صعب جدا ولقاء فيه تنافسيه شديده جدا. تاني حاجه لو أو تاني نقطة هنتكلم، هم معاهم مدرب أنا بشوفه من المدربين المجتهدين جدا، صحيح. كابتن شوقي غريب طبعا، يعني يقدر إن هو يقلل مساحات الملعب، يحاول إن هو كمان يجرك كده بلغة الكرة على لعب الكور الطويلة عشان لا عشان هو ليه فكر برضه مختلف. وعشان كده مهم جدا كمان على الصعيد التاني إن احنا نلعب بهدوء، نحاول كمان نحسم الأمور من يعني أعتقد من بدري جدا زي ما الأهلي برضه معودنا إلى حد كبير قبل بقى ما ندخل في موال الشوط أو الأشواط الإضافية. أنا بشوف ده هيكون أفضل لينا كتير وهيأثر برضه لو اتكلمت على الجانب النفسي او المعنوي شويه للمنافس او المقاولون العرب تحديدا. فنتمنى دي تكون مباراه كده بصراحه. اكيد هتكون يعني ان شاء الله تكون مباراه قويه، والمقاولين من قديم الازل فريق طول عمره على فكره تقيل وطول عمره حاضر بمنتهى القوه في كل المنافسات المحليه سواء دوري او كاس. بس انا بكلمكم على أزمنة مختلفة شوية كان فيها بالزبط. فرق كتير وضعها يعني الحال فيها غير الحال دلوقتي. بتتكلم بقى زمان يعني ثمانينات تمانينات تحديد. مثلا واخد بالك لغاية أواخر الثمانينات كان لا أنت عندك المنافسة طبعا كالعادة الأمور إلى حد بعيد محصورة دايما بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، لكن كانت كل الفرق التانية كلها تقايل. كان عندك الشواكيش وكان عندك الإسماعيلي والإسماعيلي كان في أحلى حالاته، كان عندك الترسانة وكان عندك زمان عن كده كمان كان عندك حتى اسماء اتنست دلوقتي. لكن في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم على فريق قوي نادي المقاولين طول عمره فريق قوي طول عمره بينافس بقوه في كل المنافسات المحليه اللي بيشارك فيها، وكل الكلام اللي قالته نهاوند فعلا كلام مظبوط 100%. واكيد الجهاز الفني عارف كويس قوي اهميه كل بطوله بيشارك فيها امام الجماهير وامام مجلس اداره النادي الاهلي، عارف كويس قوي انه لازم ينافس على هذه البطوله ايا كانت ايه هي حتى النهايه، بل ولازم يكسبها كمان، وده الى حد كبير امر منطقي ومتوارث ضمن يعني تفاصيل كتيره بتتوارثها الاجيال في النادي الاهلي. الفتره الاخيره النادي الاهلي استعد بشكل جد جدا، كان عندنا مجموعه لعيبه كتير الحقيقه في المنتخبات المصريه المختلفه سواء مع المنتخب الاول اللي لعب طبعا مع بلجيكا مباراه وديه وكان عنده فتره تجمع طويله، ومنتخب الشباب كمان اللي لعب مباراتين امام بنين، او المنتخب الاولمبي اللي لعب مع المغرب. ده طبعا غير علي معلول مثلا اللي اكيد منشغل مع منتخب بلاده في المونديال واكيد بنتمنى له كل التوفيق. يعني اكتر من قولوا 60 70 يمكن 80% من القوام الاساسي ما كانوش موجودين، عشان كده مستر كولر كان حريص انه يزود الجرعات التدريبيه بدون الدخول في ماتشات وديه مع اي فرق تانية. الاهلي حتى هذه اللحظه لعب في الدوري 3 مباريات، كسب ال3 مباريات امام الاسماعيلي واسوان والداخليه، يعني حقق العلامه الكامله حتى هذه اللحظه. في المقابل المقاولين لعب 3 مباريات اتعادل في ال3 مباريات امام المحله وفيوتشر وفاركو. اكيد بنتمنى كل التوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي وان شاء الله نحقق المكسب ونصعد للدور قبل النهائي من هذه البطوله ان شاء الله.